النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند ابن ماجه: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني خففوا من طلب الدنيا. إلى متى؟ يعني يفترض أن يكون الهم الأكبر والأعظم هو للآخرة، ويسعى الإنسان لدنياه، لكن أن ينقلب الحال إلى درجة أننا في مثل هذه السنوات أصبح الناس الصغير والكبير، الذكر والأنثى، في المجالس، في وسائل التواصل، إنما جل الحديث هو عن الدنيا. إن دخل مطعما صور تلك الأطعمة ونشرها بين الناس، إن سافر إلى بلدان ورأى تلك الخضرة والأنهار التي في الدنيا إذا به يصورها وينشرها للناس، وهكذا حتى تتعلق قلوب الآخرين بالدنيا. وأقول والعلم عند الله فيما يظهر لي أن أمثال هؤلاء إذا رأوا الناس قد تعلقوا بهذه الدنيا، وأن صنيعهم من هذا التصوير الذي يصور ما لا روح فيه من أشجار ونحوها ومن ملاذ للدنيا، إذا رأى أن الناس يتأثرون وأنهم يتسابقون ويتسارعون إلى الدنيا، والعلم عند الله فإنه لن يسلم من الإثم. نعم، لأن النفوس ضعيفة. تصور لما يأتي في جوالك إلى بناتك إلى أولادك ويرون أن فلانا من الناس إذا به ذهب إلى تلك البلدان ورأى ما رأى، أو أكل ذلك الطعام، أو اشترى تلك البضائع، أو ما شابه ذلك، فإنه ينمي غريزة حب الدنيا في نفوسهم، وبالتالي يصبح الناس منهمكين من أجل هذه الدنيا، إلى درجة أن بعضهم ربما يتعاطى الرشاوى والربا وما شابه ذلك من أجل أن يحقق رغباته ومن أجل أن يحقق رغبات الأسرة. ومن كان فقيرا ضعيفا يريد العفاف والتعفف إذا به تصب عليه ألوان وأصوات من الكلام من أهل بيته: لماذا لا نكون كآل فلان؟ لماذا لا نذهب؟ لماذا لا نفعل؟ اذهب فاتجر، اذهب فابحث لنا عن المال، وهكذا إلى أن يكون هذا الأب أو ولي الأسرة في هم عظيم بسبب أفعالنا نحن. فلنتق الله لنجمل في طلب الدنيا. أسأل الله لي ولكم العفة والزهد والورع والقناعة والرضا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة في السنن: والله لن ترضى إلا إذا رضي قلبك، لن تقتنع إلا إذا اقتنع قلبك. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: وهل النعيم وهل النعيم وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ أي والله، والله إن النعيم هو نعيم القلب في هذه الدنيا، ولكن نحن ابتلينا وللأسف بهذه الوسائل، فأصبح الناس يصورون ويتفاخرون ويتباهون، بل ربما يشتري رب الأسرة أشياء لا يرغب فيها ولا يرغب فيها أهل بيته، كل ذلك من أجل أن يقال فلان عنده كذا وعنده كذا.